Met. ميدي ميد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدي ميد للجمعة 9 أكتوبر 2020 توا نص نهار وثلاثة دقائق كالعادة من توا لمضي ساعتين سويعتين من زمان نرجع فيهم بالقراءة والتحليل على آخر مستجدات الشأن الوطني. ضيفنا بارتير من مضي ساعة يكون القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام. ساعتنا الأولى تكون مؤثة بمجموعة من الفقرات تعودت بها. نقرأ لكم في الارتيكل دي جوغ مقال من جريدة لابريس اليومية، مجموعة من التصريحات في الكلمة بالكلمة. نبدأ باش تحكي كالعادة كيف كملت رفقكم معاذ في الإعداد، محمد شريف من وراء الكونسول، أحمد المنيري في التصوير والإخراج الرقمي، من مديحي لطفي العميري وإبراهيم الوسلاتي من قدام الميكرو. صباح النور لطفي. أهلا إيمان، مرحبا. مرحبا سي إبراهيم. صباح النور وصحة. صباح النور كافة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، هذا ما نتمناه كل التوانسة والتونسيين أينما تواجد. نعم، شكرا على اختياركم موجة 104.1 في تونس الكبرى والكابون، تسمونا على 100.0 في نابل والحمامات، وطبعا تابعونا على www.radiomaitunisie.com. انتما تسمعوا في راديو ميد على 100 في نابل والحمامات و 104.1 في تونس والكابون. راديو ميد إن فاك دو بونار. فاك دو بونار. ثلاث حكايات تبداو بيهم الميسيون كيما كل يوم. توت سويت هاش تحكي؟ اش تحكي؟ يحكينا على السجون لطفي العماري. فعلا إيمان، أمام معناها تفشي الوباء، والأخطر من تفشي الوباء هو كأن الدولة رفعت يدها وأقرت بأنها تخوض تقريبا حرب، يعني مخسورة سلفا. قاعدين نشوفوا في معناها العلامات هذه، نشوفوا في الارتباك متاع المسؤولين، ونشوفوا حتى في اختفاء كبار مسؤولي الدولة، وبالتالي معناها ترك الشعب يواجه المعركة هذه بمفرده وبإمكانياته البسيطة جدا. أنا حبيت نحكي على فئة كبيرة من التوانسة اللي معناها شاءت الأقدار أنهم يكونوا متواجدين في السجون. والأخبار اللي قاعدة توصل فينا أنه معناها الآفة هذه، الوباء هذه، تمكن من التسلل إلى هذه الفضاءات المغلقة، واللي نعرف السجون التونسية تشهد في اكتظاظ كبير كبير ياسر، بحيث يستحيل فيها معناها احترام الشروط معناها اللي نعرفوها الكل نتاع البروتوكول الصحي. والحال هكذا، يعني الطلب هو يعني وسبق وتقدمت به هنا سواء لرئيس الجمهورية من حيث التفعيل وتسريع تفعيل إجراءات العفو وتحديد القائمات اللي بيشملهم العفو في المناسبات الوطنية والدينية القادمة، وعلاش لا معناها اختزال الأجال واستباقها باش هكاك نخفوا شوية من الضغط والاكتظاظ داخل السجون. نداء آخر زادة للسادة القضاة أنه المتهمين والموجودين في السجون واللي هم متهمين بتهم يعني خلينا نقوله جنح، وإذا إمكانية أنهم يبقوا البرة في حالة إيقاف ويكونوا البرة في حالة الصراح يكون يعني أفضل بكثير، لأنه إنسان داخل على عركة ولا على مشكلة شيك ولا على مشكلة نفقة وكذا تخليه أنت في السجن في الظروف هذه، فاعتقادي لا باش يستفاد السجين لا الزملاء نتاعو ولا البلاد بصفة عامة. كنا نجموا ربما نتعاملوا بأكثر معناها ليونة وانسيابية مع الحالات هذه ونخلوهم في حالة صراح، وهوك بعد القضاء ياخو مجراه. المهم هو تخفيف العبء على السجون سواء المساجين أو أعوان السجون. نختم ونقول ماذا مثلا لو أنه سجين يتصاب بالكورونا ولقدر الله يموت، ثم يتبين في المحاكمة نتاعو أنه بريء، شو نجم يكون موقفنا معناها كعدالة وكدولة بصفة عامة؟ فكما قلنا الشبهات الخفيفة هذه الجنح هذه ما فماش علاش سوا يبقاو موجودين في الحبس. شوية اجتهاد من السادة القضاء يكونوا موجودين البرة معناها، وشكاك على الأقل علنا نساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ داخل السجون. والناس الكل نعرفوا الغرف معناها اللي تحوي بالسبعة وبالثمانية وربما حتى بأكثر.
بيغ ما نرجعوا للجانب الاتصالي والتواصلي، حتى وزير العدل نجم يخرج، ولا مدير عام للسجون ينجم يخرج ويطمن العائلات اللي ولادها ولا عندها شكون داخل السجون بانه فما البروتوكول الصحي هذا راهي تشمل المؤسسات السجنيه وقاعد يتطبق، وربما علاش لا معناها يدخل وفد ويشوفوا. خاطر اللي ما قلتوش ايمان واللي نعاول فيها على الذكاء المسؤولين نتاعنا على المؤسسات السجنية، البروتوكول مش مطبق. لا لا البروتوكول نعرفوه يصعب جدا تطبيقه، أما نخافوا غدوة ينجم يصير انفلات لدى المساجين، لأنه هذا من شأنه أنه يخلق داخلهم حالة من الهلع والفزع. هل سيكون وقتها بالإمكان السيطرة عليها ولا؟ ويظهر لي سبق والسجون متاعنا شهدت حالات مماثلة في ظروف غير الظروف هذه، وشفنا المآلات متاعها. فمدام فما حل نجم نبادروا بالحل ونستبقوا وإن شاء الله. وهيك اللي قلق لطفي هو التعامل مع الكورونا اليوم، وكأنها الناس الكل تسخيب التعامل في بافيت وفي تسكير قهوة في تسكير، يعني اليوم حكينا على مجموعة جديدة الشرائح، سواء في مراكز المسنين، سواء في السجون كما كنت تحكي، سواء في حكاية المقاربة الاقتصادية والاجتماعية في التعامل مع الكورونا. هذا كل غايب، يخرجوا باش يقولوا البسوا البافيت وعملوا التباعد الجسدي، وكان عملوا هاو عملوا كفر. تحسهم معناها يتكلموا كل بيروكي كلهم يردوا في نفس الجملة. المشكلة أنه مش خطر احنا بركة في أزمة، المشكلة أنه اليوم ولينا فيما يسمى بأزمة إدارة الأزمة. يعني كنا ناديو بلجنة مختصة مركزة معناها، وخاصة عندها الصلاحيات هي اللي تولى إدارة الأزمة في الظرف هذا، وتنجم هي اللي تاخو إجراء كما الإجراء هذا وغير الإجراء هذا. ما بقاوش احنا كإعلاميين، معناها دورنا من قوة اقتراح لا أكثر ولا أقل، أما السلطة التنفيذية في يد الناس اللي بيدهم الحل والعقد في تونس اليوم. نعم. زوز صور تم تداولهم برشا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تجمو شوفوا التصاور هذوما وقت اللي باش يحكي عليهم توا إبراهيم الوسلتي. فعلا هما زوز صور صادمة، وأنا استفزتني واستفزت عديد رواد المواقع الاتصال التواصل الاجتماعي بشكل مقرف. الأولى الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد يرفع علامة النصر خلال جلسة التفاوض التي انطلقت يوم الأربعاء بمقر ولاية تطاوين، مفاوضات مباشرة بين فريق العمل الحكومي الممثل لعدد من الوزارات وتنسيقية اعتصام الكامور بحضور أعضاء من مجلس النواب ومثلي فروع المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء وكفاءات الجهة. الصورة استفزت مجارع كما قلت غريبية التوانسة في الداخل وفي الخارج. اعتبرها مثلا الزميل قيس بن مراد في مقال نشره في موقع اسباس مناجير يونهونت، والمحامي والناشط السياسي عبد السلام المسعودي يكتب يقول مولا الفانا نزل ضيفا مبجلا على الحكومة وزلس معاها مخاطب شلته في الكامور بأن النصر على الدولة المشلكة جاري تحميله. علق عليها أيضا المهندس المقيم بالخارج عبد السلام الكناعي في صفحة لاتونيزي ومارش يقول الفوضى التي نشهدها هي نتيجة أزمة سلطة غير مسبوقة، الدولة التونسية تفتتت منذ عهد الترويكا فتكسر الفخار والسلطة اختفت نهائيا. الصورة الثانية للمصور ياسين القايدي تظهر متظاهر في الوقفة الاحتجاجية ضد المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ولحماية الأمنيين أمام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، يرفع ورقة نقدية بقيمة 10 دينارات في وجه أعوان الأمن في استفزاز صارخ لمشاعرهم ولمشاعر التوانسة، صورة مدانة بجميع المقاييس. وبالرغم من هذا الاستفزاز الفاضح لم يسقط أعوان الأمن في الفخ، سقوط أخلاقي يعكس درجة الانحطاط الذي وصلنا إليها، والتوظيف رخيص لمفهوم الحرية أمام برلمان هو داخله تداس فيه أبسط قواعد الأخلاق والتعامل بين من يسمون أنفسهم بنواب الشعب. تحية للأمنيين الشرفاء أينما كانوا أينما تواجدوا، فهم حماة الديار وقدموا شهداء بالعشرات في الحرب ضد الإرهاب. ومش هذه بركة الصورة، فما صور أخرى احنا ما نجموش نحطوها كمؤسسات ربما إعلامية، للطفلة اللي تعمل بإشارة بيدها زادة كيف بصبح الأمن أبيه جوكو، هذا ما عنده حتى علاقة جسمه بحرية التعبير ولا بالموقف من ولا من المواقف من هالمشروع القانون هذا توكوغ اللي قاعد اللي صار البارح على الأقل الزوزة ترفض، وما سامحوني في الكلمة ما مش متربين سقل التربية معناه
ولا أكثر ولا أقل. ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي دعت كل الأمنيين بمختلف جهات الجمهورية للتنسيق مع نقابتهم الأساسية الجهوية والمركزية لتقديم عرائض جماعية للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، لأن اعتبرت ما أتته ربما الأطراف هذه استفزازات واعتداءات لفظية من طرف مجموعة من المجموعات اللي اعتبرتها مرقعة على القانون، وعبرت عن استغرابها من الصمت لدى سلطات الإشراف في مثل هالمواقف، وأكدت أنها ستتكفل بكل التقاضي في كل مراحل. هي مش أزمة قضائية، هي أزمة أخلاقية وقيمية، واللي شفناه من خلال هالثلاثة هذوما سواء هالفتوة اللي شفناه في الكامور وإلا الطفلة اللي عملت الإشارة ذيك بصبحها فضلا على مضمون اللافتة اللي رافعتها، وإلا هك اللي معناها هاز الورقة ويحاول يرشق بها على أعوان الأمن في إسارة ورسالة واضحة الأهداف والمرامي. أنا رأى وقت البلاد تكون مريضة يا إيمان كما حال بلادنا وتتقيا، تخرج لنا الأشكال هذه، تخرج لنا الأرهات هذه. أنت قلت عليهم مش متربين وكلامك ياسر لطيف، أنا نقول هذه مجموعة من الهمل والأرهات البشرية اللي بتولينا بها. هذا وقت يبدأ الجسد مريض يخرج كن فط وكل حبوب وكل القيح، هو القيح اليوم قاعدين نشوفه فيه في الصور هذه. والمؤلم أكثر أنه يجي من عند شباب اللي مفروض معناها كنا نتأملوا أنه يكونوا هما رافعي لشعارات الكبيرة الكونية اللي قامت عليها مفروض الثورة هذه، وأهمها هي معناها شعار الكرامة وما يحف بالكرامة، لأنه الكرامة ما تنجمش تجي من عند أشكال كيف نهكى. فإحنا بصراحة مرضى بالكورونا، وزيد مرضنا أكثر بالأرهات هذه بالمناظر هذه اللي كان جات الدنيا معناها ما نشوفوهمش، في حالة استفزاز كامل مش للأمنيين بركة، للتوانسة الكل، لأنه يعني الأمنيين ما هم جايين من المريخ، هم عائلاتنا، هم نسابنا، هم أقاربنا، هم وغيره. فأنا تألمت كما تألموا التوانسة الكل، ونقول معناها جاب ربي ما جاتش المناظر هذه اللي ما تشرفناش، ما جاتش هي الممثل الشباب التونسي. الشباب التونسي في معظمه أنا متأكد اللي هو بيده ومتأسف، لكن العملاء موجودين في الأعمار الكل، ونعرفوا الناس اللي تحرك فيهم. والحبايب اللي هاز الورقة يروش بها على جماعة الأمن، نحب نسأله هو بيده قديش قابض باش مشى يتظاهر غادي. هو الحقيقة أكبر أزمة ممكن نعيشوها، خطر أزمة. فما بعض الأزمات التي قد تنتهي، أزمة الكورونا قد تنتهي، الأزمة الاقتصادية قد تنتهي، لكن فما أزمة أخلاقية غير مسبوقة تعيشها البلاد، ومنخرطين فيها تقريبا كل المستويات معناها في البلاد هذه. الحقيقة هذاك الخوف لو كان معناها هذا تداوى ونجم نداركوها، لا ولا ما الأشكال هذه هي اللي تتظاهر من أجل حقوق الإنسان ومن أجل معناها الحريات. فيزمك تتخيلي أي نوع من الحريات وأي نوع من الحقوق يطالبوا بها معناها، لأنه هاو شفنا في 10 سنوات أشنو كيفاش هذوما الشباب النوعية هذه بالذات شنو اللي استثمرته في الحرية، شنو الإبداعات الكبيرة اللي قدمتها في 10 سنوات من الحرية المطلقة. هاي شنو الحرية وتخذها كان وقت يتقابل عون أمن. أنت كفنان كمبدع كشاب كسياسي كناشط ك ك ك ك ك فالعشر سنين هذوما شنو الحصيلة مثلا متاع الحرية اللي خذيناها في تونس؟ ما مفروض تترجم في مجموعة من القيم من الأعلام الحر ومن الإبداعات الخبرة على جميع المستويات. شوف أنت اليوم الخطاب داخل مجلس النواب الشعب، شوف الخطاب ده بين الأحزاب السياسية، شوف الخطاب في المظاهرات الذي فهم معناها الشباب امتاعنا. دونك هي قبل قلنا نقول وقت بن علي ما فماش ابداع لأنه الحريات غايبة ونظام استبدادي. واليوم سيدي هي شنو الفرق اليوم بينك انت وبين الشباب اللي ما عارفش يعني في اي نظام استبدادي اخر موش يخ... دونك شعار الحرية، الحرية كما قال احد الحكماء كسلاح، كي تعطيها الجاهل ينجم معناها يطلق على روحه النار ولا يطلق على غيره النار. نعم، انا كيف باش نعلق على تصويره. الحقيقه هي
توجع ولكن ايضا تجم تكون في شكل تحيه الى الاطارات الطبيه والشبه الطبيه اللي قاعدين يقوموا به في الحرب ضد الكورونا. هذه التصويره تجينا من احد ارياف ولايه سليانة وين نشوفوا زوز من معناها العاملين واعوان الصحه قاعدين يحملوا في موسن عمره 80 سنة على حد تعبير وتأكيد المدير الجهوي للصحة بسليانة مهبطينه على سمحني في كلمة على بيم على حمار استنجدوا به الحمار هذية جوست باش يوصلوه من داره حتى لسيارة الإسعاف. هذية الصورة ربما المضيئة اللي خلت زوزعوين هذوما يتكبدوا مشقة وعناء وأنهم يطلعوا رغم صعوبة التضاريس وأنها واعرة، ولكن أيضا الجانب المظلم واللي قلق أكثر وأنه معناها في مناطق كيما تلقاش حتى بيست معبدة باش تدخل بها أمبيلانس للناس هذوما وكأنه ما عندهمش الحق، معناها كان ما جاوش ينجم يرفض العون الصحي يقول لك أنا إيش لازمني معناها نهزو على كتافي ولا نهزو على بيم ونطلع بها كالرقوبة هذيك، ولكن اللي ما يعملهاش دونك ينجم كان يموت لا قدر الله المسن هذية. وهنا نسألوا ربما 6000 مليار زعما ما نجموش يعملوا بيهم بيست، والبيست هذية ما تدخلش في الحرب على الكورونا. سؤال أنا أقول والله حتى أنا شفت الصورة دي وحبيت أولا نوه بشجاعة الإطار الطبي وشبه الطبي اللي وقت اللي جاهم تليفون على أساس فما شيخ فوق 80 عام راهو عنده أعراض متاع المرض هذا متاع الكوفيد 19 وتنقلوا بسيارة الإسعاف ولقاو طريقة هزوها رم هزوها على الأعناق في حين أن المواطنين قاعدين يتبعوا يشوفوا ما تحملوش معاهم، وقت اللي تعبوا تجئوا إلى الحمار لنقله لمسافة كيلومتر أو اثنين. وشفت أيضا ونحيي أيضا الحق بصراحة زادة تصريح متاع المندوب الجهوي المدير الجهوي للصحة بسليانة اللي قال احنا راو قاعدين يعني نجتهدوا قدر الإمكان قدر المستطاع وأحيانا فوق حتى الطاقات متاعنا باش نلبيو كل الصرخات متاع المواطنين أينما تواجد. نعم حبيت أقول إشارة بركة أنه رأوا الحمار اللي به هو تبنات الحضارات خاصة الحضارات تقامت على الجبال ودوره كبير برشا وأكثر حيوان خدام وأكثر حيوان سكت بخلاف مثلا الجواد اللي يلقى دلال كبير ورعاية كبيرة لكن لا يستعمل عادة في الأعمال الشاقة كما الحمار. ثم أن الحمار هو شعار الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، فاحنا يبدو لي أن الأحمر الحقيقية متاعنا مش اللي موجودة في الفيافي ولا الجبال، هي بعضها موجود في مجلس نواب الشعب وبعضها موجود في مراكز قيادية عليا، وهذاك علاش قاعدين عايشين على رائحة الروث اليوم في تونس. نمشي للكلمة بالكلمة. الكلمة بالكلمة. تصريح أول في الكلمة بالكلمة، فقط نقول أنه بعد قليل يكون معنا عبر الهاتف السيد المنصف عاشور الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض في ملف الكامور، الوفد اللي تنقل تقريبا تو منذ أسبوع، وشفنا بعض الصور اللي خرجت من الجلسة التفاوضية اللي كانت نهار الأربعاء، نتعرفوا معاه على آخر المعطيات وشنو توصل الوفد الحكومي هذية من اتفاقات جديدة مع تنسيقية الكامور. بعد شوية منصف عاشور الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض يكون معنا عبر الهاتف ناخذ من عنده أكثر تفاصيل. ولكن عودة على تصريح أثار جدل، التصريح هو للقيادي والوزير الأسبق لحركة النهضة عماد الحمامي يرجع على إسقاط حكومة الياس الفخفاخ. تفضلوا. أزمة سياسية اللي انتهت باستقالة السيد الياس الفخفاخ والفترة اللي عديناها حد لين السيد هشام الشيشي معناه خذا ثقة من البرلمان، الأزمة السياسية هذيك بكلها المسؤولية فيها مشتركة بين الأحزاب السياسية، سواء الأحزاب اللي شكلت الأغلبية الحكومية ولا الأحزاب اللي تحدثت على أغلبية برلمانية وائتلاف برلماني، وإلى الحكومة اللي ما دفعتش على روحها وقاعدة تستنى حد لين الأحزاب هي اللي دافع عليها. المسؤولية حسب رأينا مشتركة، وحسب رأيي قلت هذه قبل ونعود نقولها، كان فما تسرع في عريضة سحب ثقة من السيد الياس الفخفاخ، وكان فما تهويل لموضوع تضارب المصالح، وكان في الواقع استعمال لهذا الملف بغاية تحقيق معناها غاية كانت موجودة من اللي تشكلت الحكومة، لا استثني لا حركة النهضة يعني الناس اللي تقرر باسم حركة النهضة ولا قلب تونس ولا أي حزب. لطفي كيفاش تجب تعنون هالديكلاراسيون هذي وشاهد شاهد من أهلها؟ وشاهد شاهد من أهلها معناها
تصريح تقريبا في منتهى الوضوح، وكأنه المراد به ليس يعني التأسف على إلياس الفخفاخ وحكومة إلياس الفخفاخ وذي تو نرجع له، بقدر ما هو معناها كشف لحقيقة الصراع اليوم الدائر داخل حركة النهضة، ويبدو أنه صراع معناها في تصاعد مستمر، لأنه الشهادة وقت يجي من عند السيد عماد الحمامي اللي ما عودناش بالمواقف هذه، عودنا نوعا ما بلغة معناها هادئة وخطاب معناها منضبط حتى لا نقول بلغة خشبية. اليوم يتكلم عماد الحمامي ويقول أنه مش النهضة أما الناس اللي تقرر في النهضة. يعني الجملة هذه مهمة جدا، لأنه كانت تفكروا منذ أسبوع وقت يتكلم سمير ديلو قال راو القضاء مسيس في تونس، وحتى الحزب متاعي حركة النهضة يحاول هو بيده أنه يسيطر على القضاء، كانت الكلمة يعني معومة نوعا ما. لكن هنا ندخل نحكي تقريبا على تيارات متصارعة داخل النهضة. اليوم اتهام صريح يوجه عماد الحمامي لمن يحكم النهضة، يعني راشد الغنوشي وحواشيه هما الذين كانوا وراء إسقاط الياس الفخفاخ، وقت اللي نذكروا أنه أول من بادر بالتلميح لذلك هو نور الدين البحيري في ذلك الفيديو الشهير، والذي وضعه تحت إبطه إما أن يستجيب الياس الفخفاخ لرغبات وإملاءات النهضة، إما أنه سيخرج هذا الملف، وفعلا خرج الملف عندما استعصى إيجاد حل مع الياس الفخفاخ. تبدو كما قلنا أنها ليست أزمة، لأن أزمة حكومة الياس الفخفاخ رحلت، أما بداية خروج الغسيل النهضاوي إلى العلن، وبداية معناها التوضح مزيد من توضح أجنحة المتصارعة داخل حركة النهضة. شكون في المقابل قاعد يدفع في الثمن؟ هي البلاد، لأن النهضة مسؤولة كما قلنا على تعيين حبيب الجملي في مرحلة أولى، ثم باركت وقبلت وإن عن مضض تعيين الياس الفخفاخ، ثم سارعت بالإطاحة به، وفي الأثناء فما 6-7 أشهر ضاعوا على تونس وما كانوش أشهر عادية، كانت أشهر وقتها عشنا فيها الموجة الأولى، وفي بقية الأشهر كان الفيروس يتسلل مجددا أمام بلاد مفقرة ومصحرة على مستوى التجهيزات، لأن السلطة الحاكمة اعتقدت أنها أنهت المسألة وتصرفت بطريقة أخرى في الأموال التي رصدت من المفروض لهذا الدواء، تجهيز المستشفيات والإطار الطبي وغيره. فاليوم احنا أمام تصريح مهم جدا خطير جدا يؤكد كل الكلام الذي يقال حول تصدع حقيقي داخل حركة النهضة. إلى أين سيذهب هذا الصراع؟ صراع كسر العنق ولي الذراع، هذا اللي باش نعيشوه في قادم الأيام والأسابيع. تهويل لملف تضارب المصالح إبراهيم الوسليتي يقول عماد الحمامي. شوف عماد الحمامي هو كان ضمن الوفد النهضاوي المفاوض تكوين حكومة إلياس الفخفاخ، وكان مبوب لتولي حقيبة وزارية، ثم فيما بعد كان مبوب باش يكون مستشار لدى رئيس الحكومة السيد الياس الفخفاخ. ولكن شفنا وقت اللي خرج تم تسريب الخبر، معناتها لي رياكسيون اللي صاروا، الياس الفخفاخ تريث الى حين، ولكن الى حين جات الاستقالة متاعو، دونك ما عادش قادر باش يعينوا في خطة مستشار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه النبرة اللي تكلم بها نبرة نوعا ما فيها حزن تاع عماد الحمامي، لأنه هو يبدو أنه خسر تقريبا كل شيء، لأنه خطة المستشار هذه ينساها، خاصة وأن رئيس الحكومة الحالي كان رئيس ديوان عماد الحمامي لما كان هذا الأخير وزير للصحة، وقام بإعفائه من مهامه. اثنين، أنه احنا كنشوفوا يعني انتخاب رئيس الكتلة الجديد عماد الخميري كتلة حركة النهضة خلف اللي نور الدين البحيري، يعني فما 31 معه
21 ضد، راهو 21 ضد تقريبا 35-40% من الكتلة متاع حركة النهضة، معناتها رقم هام هام جدا. والأخطر هنا في حكاية العدد هذا يا إبراهيم أنه في الرسالة اللي توجهت لرئيس الغنوشي كانوا 16 نائب، ثم عند التصويت على رئيس الكتلة صار 22، يعني أنه الخط المعارض ماشي ويكبر، ماشي ويكبر، ماشي ويكبر، مش ماشي ويصغر. هذا ما يأكد، ما يأكد الكلام اللي كان يقوم فيه لطفي أنه التصدع بدأ يكبر والشرخ بدأ يكبر داخل حركة النهضة، والصراع بين راشد الغنوشي والموالين له وبين الخط اللي هو ضده، يسموه يسموا بعضهم الخط الإصلاحي داخل الحركة، في انتظار المؤتمر، إن تم تنظيم المؤتمر وما سيحف به يعني من إشكالات أكيد مش تكون خاصة تسبق إعداد المؤتمر، مش تكون يعني تحدد ربما مصير الحركة فيما بعد المؤتمر، ومصير أيضا رئيسها راشد الغنوشي والموالين له. بإضافة معنا بسيطة أنه إذا الشق راشد الغنوشي وهو الشق المركزي اللي يعني بيده القرار داخل الحركة يعني وهيك الحركة الكل في يده لحد الآن يبدو موحد حول راشد الغنوشي، سؤالنا اليوم هل أنه الشق المعارض هو شق موحد ولا هو بيده في أم هو بيده تنخره عدة شقوق، وبالتالي قد نكون نسير نحو سيناريو نداء تونس عندما استفرد الباجي بالحزب صحبة ابنه وخرجت معناها قيادات الأخرى وصنعت لنفسها معناها حوانيت حزبية. سألته بعد نتوجه بها لضيفنا عبد رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة. الإكستري الثاني نحكي كورونا ونسمع حديث عن الإصابات الفعلية بالكورونا. من أول موجة قلنا للعبيد ما تركزوش ياسر مع عدد الحالات اللي تراو فيه، هذوم كراهم عدد الحالات المكتشفة ما هيش عدد الحالات الصحيح، خاطر عدد الإصابات الحقيقي أكبر من اللي قاعدين نكتشفوا فيه. الفرق ما بين المكتشف والعدد الحقيقي مربوط جدا باستراتيجية التيست، كيفاش قاعدين نحلوا العباد. الموجة الأولى كنا نحلوا كين العباد اللي عندهم أعراض ياسر متطورة، دونك كينا 1000 عبد. في الحقيقة العباد اللي تعديد في الموجة الأولى ما هيش 1000، هي أبري 25000، أما نحن قينا منهم كين 1000. اليوم نجموا بالمعطيات اللي عندنا الشحيحة تقول برشا الشحيحة، نجم نعطيه اون استيماسيون غروسيير، استيماسيون ماهيش سي بريسيز، اما نجم نقولوا اليوم اللي قاعدين يحوس حاملين للفيروس ما بين 50000 و150000 شخص، هذا بفاسون اسي غروسيير، بين 50000 و150000 العدد ربما الاقرب الى الواقع بناء على التحاليل. وكنا نقولوا بانه الاحصائيات ماهيش حقيقيه، مش لانه ربما فما تزوير في الارقام لا، ولكن لانه الكاباسيتي نتاع التحاليل نتاعنا هذاك اش تنجم تعطين. هو فما وين قلتها برشا مرات واللي سمعتها حتى في قنوات معناها في تلفزات غربيه، هو يقول لك مفروض وقت اللي تقول انت اليوم راهو اكتشفنا مثلا 1000 حاله مفروض ما تخافش ما تحزن، بالعكس لانك انت فقط نجم تحسن، لا لا فقط انها ما كشفتها يعني، وكانه التستر عليها يرتحنا وقت نقولوا والله اليوم هو 50 بركه، وقت نقولوا 1000 نخافوا مفروض يصير العكس لانه الحالات موجوده ونحن نكشف عنها نرفع عنها الغطاء. الفوبيا من الحقيقه هي. ايه ممكن تعرف ايش عندك خير من اللي تعرف ما شنو اللي ما عندكش، كي تبدا مجهوله الحالات هذه وقتها يتفشى الفساد الوباء وما نفيق، وكان وقت يكون معناها تروتار. دونك انا سمعته المختص هذا في الاحصاء العلمي وشفناه مركز على الطب، واحد من الكفاءات الكبيره بصراحه، لانه سمعته عبر القديه في الموجه الاولى كان مع معز بن غربيه ثم توس معناها على قناة التاسعة، يقدم في قراءات علمية بين معناها ما تكذبش، العلم لا يكذب والأرقام لا تكذب، أنك أنت عندك أزمة في التعامل مع الحقيقة كما هي وتحب تتحايل عليها بتصريحات فيها كثير من الضبابية، هذه مسألة تخصك أنت. لكن نرجع ديما ونلخص مأساتنا في الموجة الثانية، أنه الأطباء والعلماء والمختصين كما سيمو عز ما عادش هما اللي شفدوا فيه، اختفاوا ولاو هما يأتمروا بأوامر السياسيين بالضبط. وربما يرى غدوة لقدر الله إذا تكون الحصيلة كبيرة متاع الوفيات
انا خايف عليه. تعرف اليوم انا البارح نحكي مع الدكتور رفيق بوجداريه، هو رئيس قسم الاستعجالي في عبد الرحمن مامي في الريال، قال لي اكثر حاجه ايمان تقلق اليوم وانه في جمعه النسبه نتاع الوفيات زادت 50%. 50%. ولكن الحاجه الباهيه لطفي وانه اليوم حتى الاطباء ولا معناها من منظور العلمي وكانهم هما باش يقول لك احنا باش نبريو ذمتنا اليوم باش نقولوا، حتى وقت اللي يقول لك راهو يلزم لو كونفينمون اخويا، انا البارح من الدكتور بوجداري يقول انا من منظوري وانه هالكفر في وحده ما يكفيش اليوم على الاقل باش ما تبركش الاقتصاد، امشي في كونفينمون سيبلي نتاع 3 ايام جمعه وسبت وحد تكسر بيه، اخدم 4 ايام كسر 3 ايام. ولكن هل فما اذن صاغيه من قبل السياسيين والقياديين في البلاد؟ هذا السؤال. هو اللي نجم نقولوه انه توا كي نشوفوا احنا التوفاش الوباء في عديد الدول وخاصه الدول العربيه اللي تشبهنا في كل في عديد الحاجات، انه مازلنا مانيش في حاله اكل كارثيه. ترتيبنا اليوم ايمان 14 حسب اخر معناها دراسه اتنشرت، يعني نجم اليوم نداركوا، لكن بشرط انه السياسي يصغي الى الطبيب وكي يتكلموا يتكلموا بخطاب واحد، لانه اللي يخاف منه هنا غدوه لا قدر الله اذا استفحلت ودخلنا في معناها مرحله اللا عوده وتكون الاعداد كبيره ياسر، قد يتفصى السياسي من المسؤوليه ويلصقها باللجنه العلميه. وتعرف وين شفناها المثل هذا؟ شفناه في امريكا وقت اللي قال اش اسمه ترامب، انا القرارات كلها اللي خذيتها نتاع معناها عدم الذهاب في الحجر الصحي الشامل كانت اثر معناها التوجيه من اللجنه العلميه اللي موجوده في امريكا واللي فوقها معناها كفاءات من طراز عالمي. دونك ماذا بينا ما نطيحوش غدوه في شكون يتحمل المسؤوليه، لانه هذا الخطاب السائد في تونس امتداد 10 سنوات الناس الكل تتفصل المسؤوليه. ماذا بينا يكون اكثر تنسيق بين السياسيين وبين العلماء والاطباء ويكون خطاب موحد وصريح للتوانسه، احنا رانا قدام حالتين، اما نمشوا في الحجر وبالتالي راه باش تكون نتائج كارثيه اقتصاديا واجتماعيا لكن باش ننقذوا ارواح، اما ان باش نضحيوا بالارواح من اجل انقاذ الاقتصاد. هو ترامب كيفاش لخصها ايمان؟ قال احنا عندنا نسبه كبيره من الناس الكبار في امريكا وهذوما المستهدفين بالكورونا استعدوا لتوجيهات. ليش قال؟ قال بك القسوه نتاع الخطاب الامريكاني البارد الجاف اللي احنا ما نقبلوش كمشارقه معناها في العمق نتاعنا. قال على الاجداد ان يضحوا بحياتهم من اجل حياه الاولاد والاحفاد. يعني يا جماعه 75 سنه لكم ربي، اما يلزم البلاد تبقى محلوله، انتم باش تكونوا الناس اللي تدفعوا الثمن باش غدوه ولدك وحفيدك يلقى خدمه ويلقى بلاد ويلقى اقتصاد عادي. احنا نحبوا على خطاب موحد باش غدوه ما يلقاش روحه التونسي امام مسؤولين في الدوله يتقاذفوا في المسؤوليات وكل واحد يقول لك انا قلت وما سمعونيش والاخر يقول انا دبرت وما سمعونيش. دونك اعطونا تو خطاب واحد وموحد، وهذاك علاش ديما نرجع لاهم شيء هو مركز القرار اليوم في التعاطي مع الأزمة هذه، لأنه مشتت القرار كما البلاد بطبيعتها مشتة، وهذا ربما مقصود باش غدوة حد ما نجم يحاسب حد. هو إلى جانب تشتت القرار إبراهيم الوسيد فما مشكلة آخر، مشكلة في قيادة الحرب هذه وفي إدارة الأزمة اللي من المفروض يكون اليوم مثلا شيف دو فيل بين السياسي والعلم، هو طبيب ولكن هو وزير أيضا للصحة، فما ضعف فادح، فما عجز تام من قبل السيد وزير الصحة في إدارة المعركة هذه خاصة على المستوى الاتصالي. راجل خرج مرتين في البوندان نتاعو، المرة الأولى قال راهو 75 من سنة باش يموتوا ما تخافوش انتم صغار باش يموتوا لنا كل 75 سنة وفوق، والمرة الثانية خرج باش يقول راهو مش باش يمنع منه حتى حد، حتى اللي قاعدين في ديارهم مش باش يمنعوا. هو شوف حسب الإحصائيات الرسمية عندنا زوز وفيات كل ساعة وتقريبا 50 إصابة كل ساعة أيضا، هذا في 3 أيام الأخيرة. لا وفاة كل ساعة تخذ 48 ساعة تخذ 48 ميت. لا حسبت العدد الأخراني نتاع 6 و 7 فما تقريبا 45 وفاة هكا ولا لا، كي تقسمها على 24 تقريبا أبوبري دو زوز، فهمت؟ 45 وفاة جديدة في يومين 6 و 7 تقريبا زوز وفيات
تقريبا زوزي. عاونونا جماعة المال تقريبا زوزي. عندك 24 ساعة. عندك 48 ساعة. 48 ساعة. 48 ميت. وفات به. وفات به. دونك عندنا وفاة كل ساعة وعندنا تقريبا 50 إصابة كل ساعة. احنا المسألة وحكينا فيها مرارا لهنا قلنا هي مسألة نتاع عملية اتصالية. ما فماش استراتيجية خطة واضحة للاتصال. يعني رئيس الحكومة خرج مرة واحدة وشفنا الخطاب نتاعه كان باهت. وزير الصحة اللي هو المفروض يكون في المقدمة في كل مرة يخرج. احنا وانا قلت ونأكد خسرنا طبيب ولم نربح وزير. فهمتني؟ الوحيدة اللي قاعدة تحاول وتسعى قدر المستطاع قالوا باش تبلغ هي نصاف بن علي الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، ولكن في الأثناء ما فماش توحيد الخطاب، ما فماش توحيد، ما فماش توحيد المعطيات باش تبدا نفس المعطيات وقت اللي تم التصريح بها، ما فماش استباق، عملية استباقية للأحداث ما شفناهاش نفس الشيء. أنا والله قرأت معناتها اون انترفيو اكسيرونت انترفيو تاع رئيس الحكومة الإيطالية أي يعني اللي نقلته ستة صحف كبرى في أوروبا منهم صحيفة لوموند. الحق أعجبت أيما أعجاب بالخطاب متاعه بالطريقة الاتصالية متاعه. يحكي على الاستباق على الاستباق يحكي كيفاش دوب ما رجع من مؤتمر متاع رؤساء حكومات ورؤساء الجمهورية تاع الاتحاد الأوروبي مباشرة مشى. وين مشى؟ مشى للجنة بتاع الكوارث اللي مجتمعة وعلى أثرها اتخذ القرار. وعبارة اللي في الأخر يقول راهو يلزمنا نضحيه، راهو يلزمنا نكونوا صراحة مع بعضنا، نكونوا ترانسبارو مع بعضنا، ما نخبيه حتى شيء pour que à la fin nous allons nous embrasser ensemble. باش في الأخر نقبلوا بعضنا، معناتها نحترمك التباعد لغير ذلك. أنا مذبية لو كان المشرفين على الاتصال سواء في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة والسيد رئيس الحكومة كونه يقراه إذا عنده خطرة خمسة ستة دقائق ينجم يقراه وينجم البيرسون انسبيري. رأي هذه المشكلة متاعنا مشكلة في الاتصال. احنا أين رئيس الجمهورية اليوم؟ نتساءل احنا عنده ثلاثة أيام غايب وين هو؟ إذا كان الله اللي قدر يعني عنده إصابة مرة ريناه في الكويت في تونس مريناه الجمعة عنده إصابة الله اللي قدر احنا نقوله عنده إصابة يلزم يتم الإعلام عليها. هو رئيس الجمهورية راهو يعمل شنينا كل عام كما في ماي 68 دوغول مشى اختفى في بادن بادن والفرنسيس دخلوا بعضهم قال لك الراجل يظهر لي ومشى هج إلى غير ذلك. لا هذه مش معقول تماما. يلزم عنا قائد نتاع الحرب هذايا. القائد ما نجم يكون كرئيس الحكومة ويكون الشيف ديتا ماجور بتاعه هو وزير الصحة وعنا رئيس الجمهورية. يلزم يطلع ويعطينا خطاب موجه للشعب التونسي يكشف فيه الحقائق الكل ويعطينا امل للمستقبل، يعطينا شيء دي بيرسبكتيف دافونير في الحرب هذه ضد الكورونا. خاصه وانه يعني ترجع حتى صفحه رئاسه الجمهوريه تلقى منه السيس ما فماش نشاط. لا احنا توا كل املنا ومطلبنا وسقفنا انه رئيس الدوله نتاعنا يكون في قصره وصحته لا باس. هذا برك ما طالبين منه. انا ما عادش طالب من السيد الرئيس باش يطلع يلقي فينا كلمه. عنده عام يطلع. سمعته هك النوعيه نتاع الخطب. هذا رجل غير قادر على أن ينتج خطاب يتماشى مع واقع ومعناها حالة التوانسة اليوم. شبش يطلع أقول لك اليوم قيس صحيح مش يحكي لك على عمر بخطاب كيفاش تعامل مع كورونا فك الوقت ذاك مين جيمش. تلك حدود الله وحسنا فعل عندما لازم قصره ولازم الصمت. أنا باعتقادي أن السيد الرئيس هك قاعد يعاون في البلاد فقط. مفروض رئيس الحكومة هو على الأقل اللي يطلع ويتكلم. إذا يا حبيبي أنت ما جبت ليش وزير صحة قادر كما قلنا على لعب الدور هذايا وقيادة فريق أزمة وإحنا في شدة الأزمة. اخرج أنت يا سيد هشام المشيشي. يا أخي ما يكفيش أنك اخترت اختيار غير صائب. نحن لا نشكك في قيمة الرجل العلمي كالوزير كطبيب. لكن اتصالياً. الراجل معناها خطيه جملة. خلينا نقوله معناها احنا بيدنا ربما هو بيدو يستحق شكون يواسيه وشكون يربط له على كتفه وشكون يفهمه شيز مواع وشميز مواع. دونك خطأ كيف هكا يا سيدي شمشيش تداركه انت بخروجك واحكي مع التوانسة وربما اثر الرسائل اللي لازمها تبعث. عارفينك ما فيدكش الحلول السحرية لكن
كلمة طيبة توضيح الرؤية هذا احنا يكفينا. نعم. وخليه سيد رئيس بربي في قصره ما عدناش نقال نقوه سيد رئيس قلنا برك اللي انت لاباس واحنا ما ناش طالبين منك حتى شيء. الى الكامور ومعنا مباشرة عبر الهاتف الاستاذ مصف عاشور نطق الرسم باسم الوفد الحكومي المفاوض في ملف الكامور. سي عاشور صباح النور. أخير للنهارك طيب يبارك فيه. مرحبا يفضلك شكرا على قبول الدعوة. سي المنصف عندكم توام ديدة موجودين على عين المكان في الكامور وشفنا الصور اللي خرجت على مستوى الجلسات التفاوضية اللي قاعدة صايرة. لو كنت تعطينا لمحة ربما مع شكون قاعد يتفاوض الوفد الحكومي وخاصة لشنو توصلتوا إلى حد الساعة. شكرا وشكرا للاستضافة والدعوة. في البداية تسمح لي تحية للصديقين العزيزين الأخ لطفي والأخ إبراهيم ولكل المستمعات والمستمعي راديو ماد. جاب على السؤال متاعك، نحن منذ مثل ما أقول لك منذ يوم الأحد حلينا في 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 ولاية تطاوين وانطلقنا في مسار تفاوضي على أثر قرار زي ما نذكر هذاك تسمح قرار من صادر على مجلس وزاري مزيق نعقد يوم 23 سبتمبر واللي أذينا بتكليف فريق عمل متكون من ممثلين مرة هذه فما توجه نسبيا جديد ما مشاش في خيار رسمي حكومي رفيع المستوى على مستوى معنا الوزراء. المقاربة شيء ما تغيرت بالنسبة للمقاربات السابقة هو أنه المراهنة على الإدارات على الكفاءات الإدارية اللي هي تباشر في ملفات والتوجه كان نحو ممثلين على وزم وكتسمح لي بربي باش نعطي حق الناس لأن العمل عمل جماعي بكل سرعة معناها مش بإيجاز المنصف خاطر مشكورين الناس الكل مهما كانت التمثيلية متاحهم ولكن الأهم اليوم ما توصلتم إليه في هالمفاوضات هذه لقيتوا صعوبات ما لقيتوش صعوبات لشنو وصلتوا؟ احنا مش نختصر المسافة نتفاعل معك على كل حال. هو الوفد في ممثلين من وزارة الصحة من التجهيز من الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه من التعليم العالي من البيئة من الطاقة من المؤسسة التونسية الأنشطة البترولية اللي تاب وما أدراك بالنسبة لهنا جهة تطوير أهميتها من بنك التضامن من بنك التمويل من الشؤون الاجتماعية معناها كممثل في شخصي متواضع بالنسبة لديوان وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة المالية كيف بس نجيب على السؤال بتاعك الفريق المقابل وشو الشيء اللي حصل جديد؟ ثم المسار الحكومي هذا في أن يبعث لجنة وعطاها السلوحيات التقريرية دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية. هذا خلى الجانب الآخر المجتمع المدني حتى احنا خلينا نضح الصورة واللي فيها شوية معناها غموض ولغط والتباسات وحتى معناها مزيتات. احنا أمام فريق جهوي ديليغاسيون ريجونال. الفريق الجهوي الجمعيات المجتمعي هذا المدني متكون من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن اتحاد الفلاحين، عن اتحاد الصناعة والتجارة، أعضاء مجلس النواب 4 في جهة تطوين، من هيئة المحامين 3 محامين، وبطبيعة الحال ماهوش سر وماهوش عقدة ولا إحراج عنا، ممثلين عن ما اصطلح بتسميته بتنسيقية تحديث صانع الكامور، اللي هما ولو فما إشكال في الجانب القانوني ولكن أنا في اعتقادي اليوم الوضع اللي كان تونس وحتى الوضع اللي تعيشه حتى سائر بلدان العالم ما يتمش تقتصر على المقاربة مقاربة القانونية اللي قريش هذا ما عندهم تمثيلية اجتماعية معناها وهم تعرف موجود على الواقع عن إشكاليات معهم صحيح عن تحفظ كبيرة على ربما إشكال وسائل الاحتجاج الاجتماعي لكن الناس هذه هي نفسها عبرت على التطور ودخلت الأسبوع الفارض في سياق أخرى للتعبير على الاحتجاج الاجتماعي بإقامة ورشات ذات لي دو ترافاي وتقديم مقترحات والقبول بالرجوع إلى بيت معناها إلى طاولة التفاوض وما نجموش ما نسجلوش إيجابية التحول هذا في ترشيد المماسة متاع الحالات الاجتماعية الاحتجاجي الخروج من منطقة الاعتصامات والمنطقة السلبي واجينا نفس الكل حول نفس الطاولة وهذا في اعتقادي إيجابي ومعناها إن شاء الله المهم النتيجة يا سي المنصف النتيجة مش ان نمشي للتفاوض مباشره معنا للنتيجه صح. احنا البرنامج نتاع التفاوض والماراثون نتاع جلسه التفاوض هو يمتد على 4 أيام انطلق يوم الاربعاء وانا وصلنا يوم الخميس البارح اليوم معناها يوم راحه نقول لك علاش وبقيه النقاط مازالت يوم السبت.
شنو هي الاشكاليات اللي هي متعلقه باش خلينا نفسر شويه للوقايه المستمعات والمستمعين يفهموا يتبعوا فينا ولا الراي العام في تطوين ولا الراي العام الوطني المساله هذه ولا خلاف بعد وطني. احنا عندنا الاتفاق نتاع الكامور يرجع الى 15 جوان 2017، ثلاث سنين والحاله على ما هي عليه، ومعناها ولينا الناس معناها اصابع المخرجات المخرجات سي المنصف. اي سي المنصف اعطينا اعطينا المخرجات نحكيو على التفاصيل ان شاء الله تجيب حذرنا نحكيو باكثر تفاصيل. اعطيني توا شنو وتوصلتوا؟ شوف انا احنا انا توصلنا وعملنا خطوات ايجابيه جدا في جلسه التفاوض اليوم الاول. اليوم حل الفانا ولا لا يا سي المنصف؟ لا شوف هذا يا سي ابراهيم هذه كيما قال له سي احمد بن صالح التعبديه باهي مفتوح التعبديه عن شكون يبان. هذا شوف احنا قلت لك تسمع فيها تسمع فيها ولا نتفاعلوا؟ لا 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 تفضل تفضل. لحظه تعرف ان بعض ما فماش حتى اشكال بالعكس هذه هي اسئله مشروعه وبطبيعه الحال بيت القصيد في الاخر هو الاشكال هذاك. لكن احنا ما نخلي نفهموا شويه الناس معناها الموضوع مش هو السلام عليكم حل الفانا لا السلام عليكم من حاج الفانا. ثم معناها نقاط عالقه بالاتفاق لازم نحلوها والمساله هذيك بطبيعتها باش يجي هي نتيجه حتميه لنجاح الاتفاق والتفاوض حولاش والاتفاق حولاش. ثم ما يخص موضوع يخص شركات البيئه والغراسه والبرتنه اللي هي ضرت من وضع الاحتقان الاجتماعي هذا. وصلنا فيها الى اتفاق عندنا لائحه فيها يتعلق بتسويه الاجور تتعلق بمثل تسميه المعنى فما فراغ الوقت الحاضر في تسميه مدير عام على الشركه في تمديد وامثال العقود مع الشركات. نحب ندخل في التفاصيل لانه تم اتفاق مشترك بينا وبينهم باش ما نغوصوش في تفاصيل الى حد نوصل اتفاق نهائي حتى لا يقع تشويش على مسار التفاوض. نفهم انا الالحاح ورغبه الاعلام وسائل الاعلام والصحفيين والوقيان في انهم يكون عندهم سبق ولا يكون عندهم تفاصيل، لكن زاد كيف تفهموا شويه اللي احنا نحاولوا نحافظوا على توفير اقصى ما يمكن من شروط نجاح عمليه التفاوض. ما يسالش حبيت نقول لاختي العزيزه لانه بالاهم نعطيه لاختي معناها والله هذا ربما سبق اول معناها شكرا حتى لهنا بذاعه التطوير نفس لهنا وعندنا ضغط كبير وسائل الاعلام نحاولوا نوجدوا شويه توازن ما بين مراعاه توفير شروط النجاح لمسار التفاوض وبطبيعه الحال واجب اعلام وسائل الاعلام والراي العام. كذلك بالنسبه للمقررات اللي متعلقه بمعناها بشركه تجنوب الخدمات كيف هي اشكاليات اجتماعيه اليوم وصلنا الى حلول اللي هي تتجاوز اوزاع نتاع اكثر من 3000 خدام من عندهم 3 شهور ما خلاهمش ولا مليم. اليوم عندنا حلول عمليه تنجز مباشرة بعد إمضاء الاتفاق وهذا جيد جدا. فمن انتظارات نتاعهم كما قلت ما يقارب يمكن حتى يمكن 4000 خدام و4 شهور قداش من عائلة في جهة تطوير معناه واضح مرتبط. سي المنصف الاتفاق الأول نتاع الكامور هذاك اللي تعهدت به حكومة الياس الفخفاخ 1500 تعاون و80 مليار نتاع كل عام من 2017 هيكم هما اليوم موضوع التفاوض والا تبدلوا والا قبلوا التنسيقيه باش انها بتبيعوا بقيه الاطراف المعنيه باش انها تتراجع عن بعض المطالب؟ هذا المهم اليوم. المهم وانا معاك ونأكد لك مساله الاستكمال النقائص اللي كانت عالقه بمحضر اتفاق الكامور قرار مجلس الوزراء بصريح العباره الانطلاق الفوري في إجراء انتدابات الدفعة الأخيرة الخاصة بشركة البيئة والغراسة والبرتلة والمقدرة ب 500 موطن شغل. هذا شيء أكيد. سيفينيس لا ديسيزيون ميم دو كونسيل دي مينيستر والناس استبشوا الخير. أما حلوش الفانا خاطر يقول لك أعطيني 80 مليار نتاع كل عام أبغتيغ من 2017. صبرك عليا أنا جايك البارح الاجتماع نتاع البارح خصص للنقاش إلى حد الساعة 4 فجرا. حول موضوع اساسي يتعلق بصندوق بعث معناها تخصيص مبلغ 80 مليون دينار 80 مليار لصندوق التنميه والاستثمار بتطوين سنويه. البارح شنو المخرجات باش ما نطولش اكثر نشوف مباشره وصلنا الى فما مقترح جاء من الوفد الجهوي الوفد المجتمع المدني اللي هو بمعنى من غير ما ندخل في تفاصيل تقنيه في مخص معناها لا كونفيغوراسيون لا ستركتور الهيكل ولا الصيغه نتاع كيفيه بعث الصندوق هذا نعطيك المقاربه بالنسبه لي. الحقيقه
حتى يكون وفي. هما ملوا وعندهم تحفظات كبيرة ومشروعة في اعتقادي أنا نقولها بكل مسؤولية فيما يخص الصياغة التقليدية نتاع اللي التمويل عبر عن طريق البنوك واللي فيها تعطيلات وبيروقراطية واللي فيها ربما استفادة أكثر كما يسميوهم الحيتان الكبيرة أكثر منها فيها تمشي جمعياتي مجتمعي تشاركي اللي الفئات المهمشة والفئات ذات معناها الخصوصيات ما تمتعوش بها الحاجات ما تمتعوش بها سيتنا بروش باتيسيباتيف نوع من ايش نقوله صندوق ان فون دو ديفلوبمون كوميونيتير معناها لسبي كوميونيتير اللي فيه لا ديمونسيون باتيسيباتيف يقول انا نحب معاك نشارك ونحب يكون عندي انا نظر ونحب زاد كيف يكون عندي انا نحب نشوف اخويا الامباكت هذا في وضع تقول لي انت صحيح ثم مجهود بالدوله صحيح ثم البنك معناها التونسي للتضامن صحيح ثم البنك نتاع التمويل المؤسسات الصغرى يعطيك الصحه وسي لبيد زعفران مسكين كل معناها اللي راه نتاعو لقى صعوبه كبيره في اقناع نتاعهم خاطر سي لطفي وسي ابراهيم والاخت ايمان واللي يسمعوا فينا فما ازمه في اقناع موجوده ولازم نعالجوها ولازم نعترفوا بها وفما ذلك كذلك والحمد لله فما قدر معناها استعداد للتعامل مع السلطه ومع الدوله معناها ونخرج من منطقه الاعتصام والقطيعه ما بين الدوله والمجتمع المدني طرحوا بكل ايجاز صيغه اعتماد لرسو لا ريسبونسابيلتي سوسيال دونتربريز المسؤوليه المجتمعيه اللي هي الشركات البتروليه اللي قائمه لهنا في الجهه عندها واجب اخي نحو الجهه وهذا معمول به بربي راهو الكلام هذا سامحني سي المنصف باش نستسمحك فقط راهو معناها بالدخول في التفاصيل لازم تجيب حذانا ومرحبا بيك وناخذوا حتى ساعه كامله ونحكيو المؤشرات اليوم المؤشرات نتاع انه يقع التواصل الاتفاق يرضي جميع الاطراف وتتحمل فيه الدوله مسؤوليتها ويكون قادر على التطبيق في اقرب الاجال اللي بموجبه حبينا ولا كرهنا تتحل الفانا تشوفوا قال الاخر في بوادر امل نتاع انتهاء ازمه الكامور سي المنصف أنا كلي تفاؤل ونقول لك رغم الصعوبات واليوم الأول دام إلى حد الساعة الثانية فجر واليوم الثاني الساعة الرابعة وتسخن الناس وحكي وشيء طبيعي فما الاتفاق هذا أختي العزيزة الغالية عنده 3 سنين راهو معناها كي والناس فهمت اللي ما ثماش منتصر في الوضع هذا ما ثماش كل مستفيد نلعبوا اللي خسر اللي رابح خسر سلوي كي كان يو بير دخلنا في منطقه جديده الحمد لله نعم من خلال التوجه الجديد لرئاسه الحكومه ومن خلال حقيقه كلمه حق معناها التوجه الجديد في تركيبه المجتمع المدني حتى الشغل لعب دور اعضاء المسؤوليه لعبوا دور والحقيقه نحب نقولها بدون مجامله ثم مسؤول جهوي لهنا قام بدور كبير هو السيد عادل ورقي السيد الوالي الحقيقه ثم التنسيق معه ثم التنسيق ماهيش لغه كشفيه معناها ثم اليوم تفضل لطفي في منصف عندي سؤال انا يظهر لي خاطر عايشك وبارك الله فيكم على المجهودات اللي قاعدين تعملوا فيها غادي وانا نعرف اللي انتم مشيتوا بتعليمات انكم تتصرفوا بدون الرجوع للمركز وما ترجعوا الا ما تجيبوا في ايديكم الحل وانت تو تقول ان ثم مؤشرات نتاع تفائل انا عندي سؤال مهم جدا تسمع فيا سي منصف تفضل سي لطفي ما هي الضمانات اللي باش تتحصلوا عليها على اساس انه الامور ما تتعاودش يعني انا شنو اللي يضمن لي غدوه بعد ما تحل المشكله هذه يرجع ترجع الفانا تخدم الناس هذه الكل 1500 وتتحط 80 مليار شكون اللي يضمن انه غدوه ما تطلع لكش مجموعه من البطاله غادي في تطاوين ويعاودوا يكونوا تنسيقيه ويقول لك يا سيدي حتى احنا زاد نحبوا نخدموا وهذا قاعدين نعيشوا فيه في فوسفات قفصه كل ما تتحل المشكل تطلع لك مجموعه اخرى تسكر وتقول لك انا هو تنسيقيه جديده لانه التنسيقيه تحكيوا معها تو واللي فيها سي طارق الحداد طارق الحداد غدو باش يسمع موظف ودبر راسه وبصحته اما غدو باش يطلع لك البطال يقول لك هذا ما عادش يمثلني انا هذا ولا يخدم شنو الضمانات اللي باش تاخذوها انتم الضمانه انه الحل هذا باش يكون جذري ولن يتكرر ارتهان الفانا تدرس في العزيزه وكانك حاضر في المفاوضات وكانك حاضر حتى في معنا في الوفد علاش قلت لك انا المساله ماهيش كتحل ولا ما تحلش والاستعجال في الجواب
نحل اليوم وترجع بعد الجمعة ايش عملنا؟ وإذا كلاش أنا منذ عوض الله من كلمتنا الوفد ككل من يدخلنا في تفاوض معهم ولا ذكرنا لحظة موضوع الفانا ولا أثرنا معهم موضوع حبينا نعالج الإشكالات اللي هي تضمن سؤالك الحقيقي والجوهري والجذري اللي هو لا عودة اللا عودة هيكليا قانونيا أخلاقيا سياسيا مجتمعيا وتسمح لي وإن شاء الله نعود نرجع لأنه هذا مجموش نقوله أنا اليوم لكن أنا عندنا تصور كامل اللي هو معناها يحقق الإجابة على السؤال بتاعك اللي أنا أقول لك لا معنى أو خليك ناخذ شوية ريز في الديسكسيون خاطر مع كنا نحبوش معناها نستعرض برشا المسائل في الإعلام لأن هذا في اتفاق معهم لا معنى لأي اتفاق لا يجيب على السؤال بتاعك واضح؟ يا منصف اليوم نهار الجمعة قلت باش تقول لنا اش باش تعملوا اش باش تعملوا نهار الجمعة اليوم؟ اليوم راحة علاش راحة؟ علاش راحة؟ إبراهيم اليوم يعني اليوم اخويا باش نجمنا نتفاعلنا مع الإعلام خاطر ما كنت نوصل التسعة ما نخرج من الكرسي كان مع نوصلين ولا أكثر اليوم في انتظار اللي احنا خذينا الصيغة مكتوبة من 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 اخر جلسه البارح الاربعاء تاع الصباح خليناها من خيام في المجتمع المدني مساله انه اعتماد منطق المسؤوليه المجتمعيه والمرجعيه نتاع المسؤوليه الاجتماعيه ريسبونسابيلتي سوسيال دونتربريز احنا نتفاعلوا احنا مع رئاسه الحكومه نحن في انتظار رد رئاسه الحكومه حول الصيغه هذه فمش نرى فيها صيغه فيها جانب ايجابي انها تضمن الجانب التشاركي ولكن فيها يمكن اللي ريدكتوريس فيما يخص موارد التمويل وايجاد المشاريع وحتى التدخل معناها ماهوش مستبعد ربما الجانب الحكومي في مسؤوليه الحكومه يعطي حل للجهه بدون مزايده افضل من حل يتقدم به المجتمع المدني في ذلك مش ناخذ فقط من تعمل فقط مش ناخذ الفلسفه نتاعنا اليوم وبمجرد انه يوصلنا رد رئيس الحكومه ماشي معنا نسترجع نستانف جلسات التفاوض ما زلنا نقطه اخرى ما تقولش اهميه وفيما يخص التشغيل ال 1500 في الشركات البتروليه اللي هو هي النقطه من نقاط الاتفاق كمود الحل في من ناحيه ايجاد احترام تعهدات الدوله باتفاق الكامور وتعهدات الطرف الاجتماعي في نقطة اللا عودة لبعض الأشكال اللي هي معناها كانت كونتربريدكتيف دمرت الوضع الاجتماعي الاقتصادي ولازمنا نلقاو آلية وأنا عندي أفكار من خلال التشاور مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية سي محمد تربسي في بعلاقة ما عندنا حتى شكون شوية ممكن نخمموا مع بعضنا مسألة المجلس هذا للحوار الاجتماعي باش في أحلك الظروف نرجع للأطر الحوار وما نمشوش للأشكال الهدامة. شكرا لك شكرا سي المصف عشرة نتقرس باسم الوفد المفاوض في ملف الكامور موجز مدى ساعة ورجل.